أروح منها. بلعها خلى عبارات وخلى كلام ويبغي المساكين يبغي القلاليل وإنسان محبوب إنسان فنان بمعنى الكلمة. هو مولا 13 عام كان في خشبة المسرح وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان متواضع نورمال تواضع تحسب كاع مرة شمريض ودير راه داسه الداخل ما كانش يبين كاع نقطة الضعف تاعه. إنسان يتعامل معنا كاع معاملة هو الشامل هو الساس على الدار هو كان يدي لنا صلة الرحم هو كيلاقينا هو في السراء والضراء كي راح لنا بلاها ربي رحمه الله رحمه الله. نطلبوا ربي ان شاء الله ما يصبر عائلته ويصبر كل العائله. راه احنا رانا مضرينا في بلاصه العائله كلها ودرنا اخ صديق عملاق تاع السينما. نتمنوا له ان شاء الله الرحمه ان شاء الله. اتصال قال لي لا سوربريز كنت انا في الراديو وتليفون لي يبكي قال لي قال له متعلق الله فيه خبري وعاود تليفوني تو قال لي راني بخير قال لي شويه اللي عايش شويه اللي بخير يا 3 جور ميم با يمس طحت كي سمعت الله يرحمه مسك. نقول لك انا لله ما اعطى ولله ما اخذ بلاها صاحبنا الله يرحمه وسعى عليه نعرفوه زعما سيغ لو بلون ارتستيك ما تشبعش معاه ومام في لا في كوتيديان باسكو هو يسكن هنا في سيغ وكنا نتلاقوا به نقصروا معاه مام لي زاشا الشري ولا صوالح حوانيت ولا نتلاقوا معاه ستانتيب زعما اللي مانيش عارف انا والله ستي بيرت واش بغي نقول لك الله يرحمه ومات في الاواخر العشر الاواخر تاع رمضان يتغمد ربي ان شاء الله برحمته الواسعه ويكون من اهل الجنه. لا ان لله وانا اليه راجعون بلي الفنان هذا كان يدخل البسمه لكل الشعب الجزائري وما كانش دار اللي ما يعرفش بلي هذا الفنان لان احنا بدينا نفقدوا هذا الفنانين. وتعرف الفنان الجزائري اليوم راه يعاني حتى في حياته الفنيه وكل شيء. واحنا ان شاء الله نطلبوا باللي العائله تاعو الصبر ولا كذا والشعب الجزائري اللي راه متعاطف واللي فقد فنان غادير في هذا المجتمع.